طبعا شكرا لكل من يكون قدر على قدر المسؤولية لمكافحة هذه الآفة. طبعا لا ننسى أن نوجه شكرنا للزميل الرائع عصام كشيش اللي قدم برنامج حكاياتهم اللي هو يخص هذه الفئة، وأيضا الذي يزور دور الشفاء والتعافي من آثار المخدرات. وهذه رسالة أيضا لكل من يتعاطى يحاول أن يتخلص من هذه الآفة أنه يتوجه إلى مراكز تأهيل، لا يكون خجول، ولكن بالمقابل أنه تصرفات تكون أكثر خجلا. القرار الصحيح بالتشافي والتعافي من هذا الموضوع قرار مصيري وقرار أخلاقي وقرار له قيم مثلى وعليا بنفس الوقت. بالضبط أبا ذر، خصوصا أنه هذا الموضوع ما يخص المتعاطي وحده، يخص عائلة كاملة، خصوصا في مجتمعنا اللي هو معتمد على السمعة، معتمد على العلاقات الاجتماعية. بالتالي اليوم المتعاطي ما رح يضر نفسه فقط، اليوم السمعة في المنطقة كلها، ممكن حتى في هذه القصص اللي نشاهدها مع زميل عصام مثل ما ذكرت، أنه بعض المتعاطين صاروا آبائهم يخجلون يطلعون بالمنطقة بسبب السمعة اللي طلعت على ابنهم. فاليوم الموضوع ما يخص المتعاطي وحده، وإنما يخص العائلة بأكملها، على اعتبار أنه هو موضوع اجتماعي بالدرجة الأولى. لكن مشاهدينا، خلينا نتجه باتجاه آخر وهو الاتجاه القانوني. خلينا نشوف الإجراءات القانونية لحيازة وأيضا تجارة المخدرات، شنو اللي راح يترتب عليها من عقوبات، شنو اللي راح يترتب عليها من إجراءات. أكيد كل هذا راح يكون مع الحقوقي حسين التميمي اللي هو مدير قسم العلاقات والإعلام العامة في الشؤون المخدرات بوزارة الداخلية. طبعا هو معنا على الهواء. يسعد صباحك أستاذ حسين. اهلا وسهلا استاذي، صباح الخير عليك وعلى الكادر القناه العراقيه الموقره على كافه استاذ حسين، خليني بالبدايه اعرف شنو عقوبه الاتجار بالمخدرات. نعم، تعمل مديريه العامه لشؤون المخدرات والمطارات العقليه في وزاره الداخليه بموجب قانون المخدرات والمطارات العقليه رقم 50 لسنه 2017. هذا القانون يتضمن عدد من المواد القانونيه اللي منها المادة 27 التي نصت يعاقب بالإعدام بالسجن المؤبد، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال التالية: استورد أو جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها. هذه تعتبر المتاجرة الدولية، يعاقب عليها القانون بالإعدام أو السجن المؤبد. عندنا المادة 28 مخدرات، هي تجارة المخدرات المحلية. إذا كان هناك متاجر بالمخدرات في داخل الأراضي العراقية يتم محاكمته وفق المادة 28 مخدرات اللي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أيضا. جداً. موضوع المتعاطي طيب المخدرات هذا بالنسبة للتاجر. طيب بالنسبة للي يهيئ مكان، ممكن يهيئ مكان للتعاطي أو للتجارة اليوم للتبادل هذه المواد؟ نعم، عندنا المواد القانونية هي مواد واضحة وصريحة قانون المخدرات والمخدرات العقلية رقم 50 لسنة 2017. المادة 32 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 ملايين دينار ولا تزيد عن 10 ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي. يعني متعاطي المخدرات يتم معاقبته في المادة 32 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 سنة 2017، ويتم إصدار الأحكام حقه من قبل المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى الموقع. لكن القانون هنا احب انه اضيف معلومه لحضرتك وانا بغرض الاستفاده من الساده المشاهدين: متعاطي المخدرات اذا ما قام بتقديم نفسه للعلاج من تلقاء نفسه قبل ان يتم القاء القبض عليه، عندنا الماده 40 من نفس القانون: لا تقام الدعوه الجزائيه بحق متعاطي المخدرات والمؤثرات العقليه اذا تقدم للعلاج من تلقاء نفسه في مراكز العلاج التابعه الى وزاره الصحه. يعني هاي رسالة إلى كافة
متعاطي. بالضبط، ممكن هي هذه النقطة المهمة اللي يتخوف منها البعض. اليوم بعض المتعاطين يتخوفون من الذهاب إلى المراكز التأهيل ومستشفيات التأهيل على اعتبار أنه خوفا من أنه يتم إلقاء القبض عليهم باعتبارهم متعاطين. ممكن هذه النقطة مهمة جدا لو نوضحها باستفاضة. يعني سيد هديل، كل صراحة احنا عام 2023 مع الوزير الداخلي السيد عبد الأمير الشمري وضع منهاج لعمل المدير العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية باعتبار متعاطين المخدرات المغرر بهم، طبعا اعتبارهم مع الوزير الداخلي السيد عبد الأمير الشمري ضمن السياسة اللي وضعتها وزارة الداخلية ملف شؤون المخدرات، متعاطين المخدرات المغرر هم ضحايا. لذلك أعلننا سابقا من خلال مواقع الوزارة الرسمية ومن خلال موقع المدير العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أي متعاطي مخدرات بإمكانه الدخول إلها، تم الترويج إلها إعلاميا في كافة القنوات الفضائية. دعينا كافة متعاطي المخدرات إذا تم تقديمهم من تلقاء نفسهم لغرض العلاج، وحضروا إلنا عشرات المتعاطين إلى مقر المدير العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية وبإشراف مباشر من قبل السيد مدير عام شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء الحقوقي أحمد الزرقاني، وبأوامر من معالي وزير الداخلية السيد عبد الأمير الشمري استصحبناهم بالعجلات الحكومية التابعة إلى المدير العام لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وأرسلناهم إلى المستشفيات المختصة لعلاج المدمنين في محافظة بغداد، ومنها مركز القناة للتأهيل الاجتماعي ومستشفى العطاء ومستشفى ابن رشد للعلاج النفسي. هؤلاء المتعاطين لم تقام بحقهم أي دعوة جزائية استنادا لأحكام المادة 40، لأنهم تقدموا للعلاج من تلقاء أنفسهم قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم. وبالإمكان أي متعاطي مخدرات أو أي عائلة عراقية الدخول موقع الرسمي في الصفحات الرسمية الفيسبوك وإنستغرام وباقي مواقع السوشيال ميديا، سيجدون كيف تعاملت المديرة العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية مع متعاطين المخدرات. أستاذ حسين ده تسمعني، عندي سؤال أيضا في خصوص بعض العقوبات اللي هي تكتفي بدفع غرامة مالية، هذه العقوبة تخص منه؟ وفي حال أنه تكرر العمل مرة ثانية راح تكون نفس العقوبة ولا تتغير؟ لا، هي احنا عندنا قانون نعمل به، المادة 32 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة. يعني احنا القانون حدد، المشرع القانوني حدد انه يعاقب بالحبس مده لا تقل عن سنه غرامه بهالحاله ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامه لا تقل عن 5 ملايين. يعني ما حدد القانون هنا الحبس او الغرامه، اكو مواد قانونيه تسمى بها الحبس او الغرامه، لكن هنا بملف شؤون المخدرات قانون المخدرات حدد انه تكون غرامه المتعاطي هي تتراوح لا تقل عن 5 ملايين ولا تزيد عن 10 ملايين. طيب بعد هذه السنة في حال تكرر الموضوع ايش راح يصير؟ اكيد يكون تجديد للعقوبات من قبل، وهذا شيء حدده قضاة التحقيق والقضاة المختصين في المحاكم المختصة التابعة الى مجلس الاستقلال على الموقع. شكرا جزيلا لك استاذ حسين التميمي، مدير قسم العلاقات والاعلام في المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك. شكرا، وايضا نتمنى أن تكثف جهود هذا القسم والشعبة هي الإعلام في هذا الجانب للترويج عن ضرر الإدمان وتعاطي المخدرات، وأيضا تكون هنالك مؤتمرات داخل المدارس والإعداديات والكليات خصوصا ومقبلين بعد فترة قليلة على بداية عام دراسي آخر. هذا الموضوع جدا مهم، وسوف نكون ومتواصلين ونوافيكم في كثير من النصائح وأيضا الاقتراحات لنبذ آفة الإدمان.